زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي له يديهم الحياة في ميلاد نجم. 21 سبتمبر هو تاريخ ميلاد الفنانة سهير المرشدي، واللي بدأت حياتها الفنية من خلال أدوار صغيرة في بعض الأفلام زي فيلم البوسطجي، وبدأت تزيد مساحة أدوارها في أفلام زي حكاية بنت اسمها مرمر وعودة الابن الضال ورغبة متوحشة. أما التلفزيون فشاركت في مسلسلات مميزة، منها مسلسل ليالي الحلمية وبوابة الحلواني وأرابيسك وأريد رجلاً وكمان مسلسل طايع. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم، بنقول لنجمتنا كل سنة وهي طيبة. استنونا بكرة في حلقة جديدة.